هنعمل عرق لحمة باردة وبرضو جمل، ده عرق لحمة باردة وهنعمله برضو باللحمة الجمل زي ما حضراتكم شايفينه ده كده. هنبدأ النهاردة ان احنا نسوي نص تسوية او نكمل تسويته في الفرن وهنقطعه بكرة. اللحمة الباردة ما ينفعش ان حضرتك تعمليها وتقطعيها في نفس اليوم، ما ينفعش، عشان تاخدي منها قطعة حلوه قوي يتقال عليها فعلا ان هي لحمه بارده بتتقطع تاني يوم، وده اللي هنعمله النهارده. هنعمله النهارده ان شاء الله، وبكره باذن الله نقطعه ونوريكم شكله هيبقى عامل ازاي مع صوص كريمه كده اهوت نحطه على الوش، حاجه كده تفتح النفس. طيب عندي صينيه بتسخن على النار، وكل اللي انا محتاجاه هروح حاطه شويه زيت وشويه سمنه او زيت وزبده ايا كان المواد الدهنيه اللي عند حضرتك، بس لازم تكون الصينيه سخنه جدا جدا جدا. طيب نونا، انت النهارده مش مربطه العرق، المفروض احنا بنشوف كده ان العرق بيبقى مربط وبيبقى مخرم ومحطوط فيه فصوص توم والكلام ده كله، انا مش عايزه اعمل كده. ليه؟ انا عايز، انا كده كده اصلا هتبله تتبيله حلوه. بالظبط، انا مش عايزاه مربط. اعمل اربطه ليه؟ فرضا انا اشتريته من عند الجزار مربطهوش وانا ما بعرفش اربطه، هرميه في الثلاجه مش هاجي جنبه؟ لا، ده انا هستعمله وهعمل منه احلى وصفه كمان من غير ما اربطه. طيب عندنا دلوقتي الصينيه بتاعتنا فيها زبده وزيت او سمنه وزيت ايا كان المواد الدهنيه، ولازم تكون سخنه قوي. ليه سخنه قوي؟ علشان مجرد ما تنزل العرق بتاعنا عليها يبدا ان هو المسام بتاعته تتقفل، يبدا ان هو ياخد الصدمه من كل ناحيه. طيب هنتبله بايه العرق ده؟ هتنزل دلوقتي اهي نازله معانا على الشاشه، ودلوقتي الزبده والزيت او السمنه والزيت بداوا يتقدحوا علشان انا عايزه يبقوا سخنين. طيب هنعمل كده، بسم الله، توابلنا الحلوه لورا بودر حبهان بودر، معايا شويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح، حبة من الزيت، ممكن كمان نديله حبة خلنجان بودر، مش هيقول لنا لا، اخلط ده كله كده مع بعضه. عايزة تحطي توم بودر بصل بودر ما عنديش اي مشكلة. هاخد العرق الحلو بتاعنا ده كده واروح متبلة كده، اسهل من كده مفيش. طب هيتبل ازاي من جوه؟ التتبيلة من جوه دي لما يستوي ويتقطع دي بقى ايه هتعتمد على اللي احنا هنعمله بكرة ان شاء الله. عملت كده واروح واخدة كده، بسم الله بسم الله بسم الله. ياخد الصدمة وارجع ان انا اقلبه، لازم ياخد الصدمة من كل النواحي، مفيش حتة من العرق تبقى لسه نية او لسه ان هي مش مصدومة. بسم الله، بصوا الشكل، الله اكبر اللهم بارك. هنبدأ نلفه على كل الجوانب علشان ياخد الصدمة من كل ناحية. طب احنا هنحط له حاجه تانية يا نونا؟ اه هنحط له حاجه تانية بس مش دلوقتي، لما ياخد الصدمه من كل ناحيه كده. ونبدا ان احنا نحط له جزر وطماطم وميه مغليه واقفله فويل واحطه في الفرن. عايزه تسويه على البوتاجاز من فوق ما عنديش مشكله، بس في الفرن افضل. شايفين؟ لازم ياخد الصدمه كده من كل النواحي بالشكل ده كده. كده العرق بتاعي تمام وزي الفل. ابدا اعمل ايه يا حمدي؟ اروح نازله بطماطم، انزل بجزر، ميه سخنه بتغلي من الكاتل، اعمل كده الله اكبر. بالشكل ده كده. بص هلا 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 بالعيد. نشيل كده يا حمدي من على النار؟ لا. ايوه. نعمل كده ونقفل فويل ونحط في الفرن. الجزر والطماطم اللي نزلوا دول مع العصاره اللي هتنزل من العرق هنبدا ان احنا بكره نضربها مع بعضها ونحط لها كريمه، ودي هتبقى الصوص اللي هينزل على اللحمه البارده بعد ما تتقطع. تخيلوا بقى هيبقى طعمها عامل ازاي. الله الله الله. حب في الفرن ونسيب، وهيستوي بعد قد ايه؟ سيبيه ساعه ساعه وربع كده وابداي اكشفي عليه. طيب اعرف ان هو استوى ازاي؟ ما احطش فيه سكينه،
ما احطش فيه سكينه، امال اعرف ان هو استوى ازاي؟ احط فيه شوكه. لما احط فيه شوكه وتطلع الشوكه بكل سهوله وتدخل بكل سهوله والاقيها ان هي مش مخرجه بدلها دم ولا الكلام ده كله، يبقى كده العرق بتاعي استوى تمام وزي الفل. لكن لو دخلت سكينه شيء طبيعي ان هي تخش بكل سهوله. لكن شوكه انا كده بس بشوف التسويه الصح اللي انا عايزه. شوكه شوكه، بصي يا حمدي كده، بصوا لما بعمل كده، بصوا بتدخل اه بس لما بتطلع، بصوا لما تطلع مكان الخروم بتاعتها، شايفين؟ مطلعه سوائل اكنها محمره، يعني لسه فيها دم، يعني لسه ما استوتش، لسه ما استوتش. اختبري زي ما انا ما عملت كده، دخلي الشوكه وهتطلع معاكي، لو لقيتي لسه فيها دم كده اقفلي الفويل وحطيها تاني. طبعا احنا لسه هنكمل تسويته على الهادي خالص، علشان ان شاء الله باذن الله في حلقه بكره يديني ويديكوا العمر نبدا ان احنا نقطعه ونشوف الصوص الحلو اللي هنعمله معاه. هتبقى بقى العصاره اللي نزلت امبارح من تسويه العرق، جزر وطماطم مع كل العصاره اللي نزلت، هعمل كده واروح نازله عليها بكوبايه من الكريمه. انا عايزه اقول لكم ان الصوص ده اصلا يعني هيتاكل اكتر من العرق نفسه. طيب هعمل كده وهبدا ان انا اشغله. على فكره الخلاط ده برضه هتلاقوه على صفحه سوق المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزر والطماطم اللي محطوطين مع الكريمه عاملين ازاي؟ نعمل كده. بسم الله. رائع 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 بجد. بصوا بقى ده العرق اللي عملناه امبارح. بص يا جيمي، ولا فتحناه ولا حطينا، ازاي يعني؟ ولا فتحناه ولا حطينا فيه فصوص توم ولا ربطناه ولا اي حاجه. بصوا المنظر ده، اتعمل امبارح واتساب واتستوى وسبناه لتاني يوم علشان يبدا يتقطع. ما ينفعش يتقطع في نفس اليوم اللي استوى فيه، لو اتقطع في نفس اليوم اللي استوى فيه هتلاقي حته اللحمه مفروله. بص كده يا جيمي، يلا بينا. لازم تبقى ماسكه نفسها بالشكل ده، عشان كده بنقول ان هي لازم تتقطع تاني يوم، ولازم تكون سكينه حاميه ما يبقاش طرنش عشان تنزل بشت 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 على طول. حته اللحمه روعه. شايفين شكل الصوص عامل ازاي؟ والتطعيمه بتاعته ما شاء الله، العصاره اللي نزلت من اللحمه كلها مع الطماطم ومع الجزر، انا عايزه دي تبقى عريضه علشان هحط عليها حاجه، مع الكريمه، مديه تطعيمه روعه، بيتقدم جنب رز ابيض بيطلع معاكي زي الفل. بقيه الصوص بتاعته طبعا ما ينفعش ان احنا نرميه ولا نعمل فيه حاجه، يا نهار ابيض يروح فين.